السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بالخيرات والطاعات والمسرات. أيها الإخوة الأحبة والأخوات الفاضلات، ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد الذي يجمعني بكم على مائدة كتاب الله تبارك وتعالى في مجالسنا الموسومة بتأملات في آيات، في مجلسنا 86 بعد 500,000، وهو المجلس 71 من مجالس زبدة التأويل الأثري من مختارات الإمام الطبري. ومعنا اليوم إن شاء الله آية كاملة، وهي الآية 86، وهي قوله تبارك وتعالى: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. وذلك من الصفحة 18 و200 إلى الصفحة 19 و200 من الجزء الثاني من جامع البيان في تأويل آي القرآن، طبع الدار هجر، حيث قال أبو جعفر رحمه الله تعالى: في هذا المقام في تأويل هذه الآية: وقد أرجعها إلى الآية 48، أو أرجع جزءا منها إلى الآية 48، لأن الآية 48 مختومة أيضا: ثم لا تنصرون. قال أبو جعفر رحمه الله تعالى، يعني بقوله جل ثناؤه: أولئك الذين أخبر عنهم أنهم يؤمنون ببعض الكتاب فيفادون أسراهم من اليهود. الآيات كلها لا زالت في اليهود، عليهم لعائن الله إلى يوم القيامة، عليهم لعائن الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها، لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون بما عصوا وكانوا يعتدون. ويكفرون ببعض، أي ببعض الكتاب، فيقتلون من حرم الله عليهم قتله من أهل ملتهم، ويخرجون من داره من حرم الله عليهم إخراجه من داره نقضا لعهد الله وميثاقه الذي في التوراة إليهم، كما بينا ذلك في الآيتين السابقتين 84 و85. في هذه الآية أخبر جل ثناؤه أن هؤلاء اليهود الذين اشتروا رياسة الحياة الدنيا على الضعفاء وأهل الجهل والغباء من أهل ملتهم، وابتاعوا المآكل الخسيسة الرديئة فيها بالإيمان الذي كان يكون لهم به في الآخرة لو كانوا أتوا به مكان الكفر الخلود في الجنان، فهم اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. اشتروا هنا باعوا، اشتروا كلمة تأتي بالمعنيين المتضادين المتناقضين، نقول فلان اشترى
دارا أي باع دارا، ونقول فلان اشترى دارا أي تملك دارا. فالكلمة تطلق على المعنيين المتناقضين. أنت لو اشتريت قلما مثلا نقول فلان اشترى قلما، ولو بعت كتابا نقول فلان اشترى كتابا، يجوز هذا ويجوز هذا في الفعلين المتناقضين. فهم اشتروا يعني باعوا آخرتهم، اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، باعوا آخرتهم بالدنيا بالحياة الدنيا، واستحقوا على ذلك الخلود في النار. ولو عكسوا الأمر اشتروا الدنيا بالآخرة أي باعوا الدنيا واشتروا الآخرة بدلا منها لخلدوا في الجنان، لكان العكس. ولذلك هذه الكلمة اشتروا وشرى، طبعا هي من شرى أصلا، شرى يشري شراء، واشترى يشتري شرية، أيضا جاءت بالمعنى النقيض في كتاب الله تبارك وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، أي باعوا أموالهم وأنفسهم لله عز وجل والثمن الجنة، وهي عكس هذه الآية. وأيضا يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، أيضا من المعاني التي جاءت يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، أي يبيعون فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، يعني يبيع دنياهم مقابل الآخرة. فجاءت في صفة أهل الإيمان في موضعين: إن الله اشترى من المؤمنين، وفي هذه الآية: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وكان من قدر الله تبارك وتعالى وتوفيقه قبل 3 أسابيع في مسجد اسمه مسجد البرهان قريب من هنا، كانت لي محاضرة بعد المغرب بهذا العنوان: الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. وكانت يوم أحد بعد أول يوم من أيام طوفان الأقصى المبارك، فجاء سبحان الله في موعدها وفي وقتها وفي مناسبتها، وتكلمت عن هذا: يشترون الحياة الدنيا، يشرون الحياة الدنيا، اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. فشرى تأتي بالمعنيين المتناقضين. نعم. كذلك من الألفاظ التي تأتي بالمعنيين المتناقضين في القرآن القروء، القرء يتربصن بأنفسهن 3 قروء. القرء يأتي بمعنى الحيض ويأتي بمعنى الطهر، ولغة العرب فيها من هذه الألفاظ التي تأتي بالمعنيين المتضادين. طيب، إذن عرفنا أن هؤلاء اليهود الملاعين اشتروا أي باعوا آخرتهم بحياتهم الدنيا. قال أبو جعفر رحمه الله تعالى: وإنما وصفهم الله جل ثناؤه
بأنهم اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، لأنهم رضوا بالدنيا بكفرهم بالله فيها عوضا من نعيم الآخرة. يعني قبلوا بكفرهم في هذه الحياة الدنيا واستمتاعهم بها بدل استمتاعهم بالآخرة في جنات النعيم الذي أعده الله للمؤمنين، فجعل حظوظهم من نعيم الآخرة بكفرهم بالله ثمنا لما ابتاعوه من خسيس الدنيا. فهم باعوا نعيم الآخرة المقيم بخسيس الدنيا الزائل. ثم ساق بسنده عن قتادة في قوله عز وجل: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، قال: استحبوا قليل الدنيا على كثير الآخرة. قليل الدنيا لا يكاد يذكر، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما الدنيا في الآخرة كما يصبغ يضع أحدكم إصبعه في اليم فلينظر ماذا يرجع. تعال على البحر وضع إصبعك في اليم وانظر ماذا يرجع من الماء. هذا مثال الدنيا في الآخرة. كم يأخذ إصبعك من البحر المحيط، من المحيط الهادي؟ هكذا مكانة الدنيا بالنسبة للآخرة. قال أبو جعفر رحمه الله تعالى: ثم أخبر الله جل ثناؤه أنهم إذا باعوا حظوظهم من نعيم الآخرة بتركهم طاعته وإيثارهم الكفر به والخسيس من الدنيا عليه، لا حظ لهم في نعيم الآخرة، وأن الذي لهم في الآخرة العذاب غير مخفف عنهم فيها العذاب. تكلمنا في الآية السابقة عن العذاب، وقلنا أن العذاب لهم عذاب، العذاب مطلق العذاب، كل أنواع العذاب، جنس العذاب، لأن الذي يخفف عنه فيها من العذاب هو الذي له حظ في نعيمها. يعني الذين يدخلون النار يعذبون فيخفف عنهم في العذاب، الذين سيخرجون من النار لأن لهم حظ في الآخرة، أما هؤلاء لا حظ لهم في الآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا حظ لهؤلاء. لماذا يا أبا جعفر؟ قال: لاشترائهم الذي كان في الدنيا ودنياهم بآخرته. لا يخفف عنهم العذاب لأنهم اشتروا أي باعوا آخرتهم هذه التي كان ينبغي أن يخفف عنهم العذاب فيها، باعوها بدنياهم. وأما قوله: ولا هم ينصرون، فإنه أخبر عنهم أنه لا ينصرهم في الآخرة أحد فيدفع عنهم بنصرته عذاب الله. من الذي سيقوى على مدافعة عذاب الله؟ الجواب: لا أحد، لا بقوته لا يدفع عنهم عذاب الله، لا بقوته، لأن لا أحد من القوة لله، ولا بشفاعته، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا غيرهما. وقال أبو جعفر رحمه الله تعالى في هذا الموضع من الآية 48، قال: القول في تأويل قوله تعالى: ولا هم ينصرون، هنا أشار إليها إشارة، هناك في الآية 48 من سورة البقرة فصل فقال: يعني أنهم يومئذ لا ينصرهم ناصر، كما لا يشفع لهم شافع، ولا يقبل منهم عدل ولا فدية. لو جاء أحدهم بملء الأرض ذهبا لا يقبل منه شيء، بطلت هنالك المحاباة واضمحلت الرشا والشفاعات، وارتفع بين القوم التعاون والتناصر، وصار الحكم إلى العدل الجبار،
الذي لا ينفع لديه الشفعاء والنصراء، فيجزي بالسيئة مثلها وبالحسنة أضعافها. وذلك نظير قوله جل ثناؤه: وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون. الآيات من سورة الصافات من 24 إلى 26. قال: وكان ابن عباس يقول في معنى لا تناصرون: ما لكم لا تناصرون، ما لكم لا تمانعون منا، هيهات ليس ذلك لكم اليوم. وقال بعضهم في معنى قوله: ولا هم ينصرون، وليس لهم من الله يومئذ نصير ينتصر لهم من الله إذ عاقبهم. هذا قول ثاني غير قول ابن عباس. وقد قيل: ولا هم ينصرون بالطلب فيهم والشفاعة والفدية، هذا قول ثالث. قال أبو جعفر: والقول الأول يعني قول ابن عباس لا تناصرون، ما لكم لا تمانعون منا. قال: والقول الأول أولى بتأويل الآية لما وصفنا من أن الله عز وجل جل ثناؤه إنما أعلم المخاطبين بهذه الآية أن يوم القيامة يوم لا فدية لمن استحق من خلقه عقوبته، ولا شفاعة فيه، ولا ناصر له. وذلك أن ذلك قد كان لهم في الدنيا، فأخبر أن ذلك يوم القيامة معدوم لا سبيل لهم إليه. إذن ما أحال عليه أبو جعفر من ولا هم ينصرون، لا أحد يستطيع أن ينصرهم، لا بقوته ولا بشفاعته ولا بفدية يفتديه بها ولا بأي شيء آخر. إذن خلاصة ذلك: أول أبو جعفر رحمه الله تعالى في هذه الآية أن هؤلاء اليهود الذين باعوا آخرتهم بدنياهم الزائلة وهي ثمن بخس قليل لا يساوي شيئا بالنسبة لما يفوتهم في الآخرة. وساق على هذا التأويل أثرا عن قتادة بأنهم استحبوا قليل الدنيا على كثير الآخرة، وأكد هذا المعنى أيضا في هذه الآية عن المعنى الذي في آية سورة الآية 48 من سورة البقرة. والقرآن يؤكد بعضه بعضا ويبين بعضه بعضا. هذا بالنسبة للآية 86. أما الآية 87 فهي التي سنتكلم عنها إن شاء الله في مجلسنا القادم. حتى يحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وننتقل بكم إلى مختصر صحيح الإمام مسلم في مجلس بعد لحظات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فلا تذهبوا بعيدا. الحمد لله الذي جعل لنا في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسوة حسنة، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والرسل وسيد ولد آدم الذي بيّن لنا في سنته القولية والعملية
كل ما نحتاجه من أمور حياتنا ودنيانا وآخرتنا. ومع الشرح اليسير المفهم لمختصر صحيح الإمام مسلم في مجلسنا 78 بعد 133 من كتاب اللباس والزينة، وفي باب في لبس الخاتم أو الخاتم بالأحرى في الخنصر من اليد اليسرى، حيث أورد فيه الإمام المنذري رحمه الله تعالى حديثا واحدا عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه، وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى، هذه الأصابع، هذا الخنصر وهذا البنصر وهذا الوسط وهذه السبابة وهذا الإبهام، فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يضع خاتمه في يده اليسرى في الخنصر. طبعا ليس دائما، سيأتي معنا في باب آخر أنه كان يضعه في اليمين أيضا، فيستوي هذا ويستوي هذا، فيمكن أن يضعه هنا ويمكن أن يضعه هنا، لكن لا يجوز وضعه لا هنا ولا هنا ولا هنا أيضا، هذه الأصابع الثلاثة لا يوضع فيها الخاتم، إنما هنا أو هنا، هنا الذي في حديث اليوم، وفي حديث آخر نتكلم عنه إن شاء الله في يوم آخر عن، نحن تكلمنا بالأمس عن الوضع في اليمين وهو اليوم في اليسار، ونتكلم عن الأصابع الأخرى إن شاء الله في مجلس آخر. لكن علاقة هذا الحديث بالباب علاقة نصية، لبس الخاتم في الخنصر من اليد اليسرى، النص موجود في الباب وموجود في إيش؟ في الحديث. وأما علاقة الباب بالكتاب فهي علاقة البعض من الكل، الكل اللباس والزينة، وأما لبس الخاتم في الخنصر من اليد اليسرى فهي بعض من كل، فهي علاقة البعض من الكل. بارك الله لي ولكم فيما قلنا وفيما سمعنا، ونراكم إن شاء الله في مجلس قادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات.